اليوم حاضرين الحفل التابيني اللي أقام السيد رئيس مجلس محافظة نينوى استذكارا لشهداء العبارة، شهداء العراق، شهداء الإنسانية اللي كانوا المخرج لأيقظ الحكومة العراقية تجاه محافظة نينوى، هذه المحافظة اللي كانت ما ماخذة حقها ومهملة بشكل كبير. نسأل الله الرحمة لشهداء العبارة ولكل شهداء العراق اللي رووا بدمائهم الزكية أرض العراق، وإن شاء الله نكون أوفياء لهم. خاصة إحنا بالقوات الأمنية الحمد لله يعني إن شاء الله حافظين العهد وباقين على العهد اللي قطعناه لكل الشهداء، نحافظ على أرض العراق خاصة هذه البقعة العزيزة محافظة نينوى. حضرنا حفل تأبيني وتقريب شهداء العبارة اللي أقاموا مجلس محافظة نينوى برعاية الأستاذ سيد وجدته. أكرم عبد الوهاب هزت ضمير الإنسانية وألمتنا كثيرا وألمت جميع العراقيين، ولكن هذا قدر رب العالمين. ولكن أقول نحن كمديرية الشرطة سنستمر بالتحقيق مع السادة القضاة، وسيتم إحالة المقصرين بهذه الحادثة إلى القضاء وسينالون جزاءهم العادل. نحن كمجلس محافظة نينوى قمنا بتوزيع مساعدات مالية بسيطة لعوائل الشهداء، شهداء العبارة. نحن كمجلس محافظة مستعدين في تقديم أي مساعدة أو أي عون لهذه العوائل العفيفة، ونشكر الجهات الذين قدموا هذه المبلغ البسيط كتكريما لعوائل شهداء العبارة. المبلغ كان 22,700,000، تم توزيع على 116 عائلة الذين تم معرفتهم شهداء العبارة. نحن خادمين لأهلنا في كافة المجالات الذي نستطيع أن نقدمه سوف نقدم لهم، ونحن حاضرين ومستعدين لتقديم أي خدمة لهم. هذه الحفل الذي أقامه السيد رئيس مجلس محافظة نينوى لتكريم شهداء العبارة بحضور عدد من كبير من قادة أمنية ومدراء الدوائر. طبعا علينا دائما أن نستذكر ولا ننسى هؤلاء الشهداء الذين ذهبوا شهداء في غفلة من الزمن. ندعو من الله عز وجل أن يتغمدهم في فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. إن شاء الله سنكون داعمين لمثل هذه الفعاليات التي تدعم عوائل الضحايا وخاصة ضحايا فاجعة العبارة. حضرنا اليوم الحفل التأبيني لشهداء فاجعة العبارة المقامة في نادي المهندسين برعاية الأستاذ سيد وجدته رئيس مجلس محافظة نينوى المحترم. بهذه المناسبة نطلب من الله عز وجل أن يلهم أهالي شهداء العبارة الصبر والسلوان، وأن يسكنهم فسيح جنات النعيم. اليوم مجلس محافظة نينوى يقيم الحفل التأبيني بمناسبة استشهاد أهلنا في نينوى في حادث العبارة الأليم. اليوم هناك تكريم بسيط من قبل المجلس، وهناك دعم إن شاء الله تعالى من قبل بعض المحافظات. أسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء الجنة والغفران والمفقودين أن نجدهم سريعا، وأن تكون هذه الحادثة عبرة للجميع لكي يعودوا إلى رشدهم ويمتنعوا عن الفساد. إن شاء الله تعالى الأيام القادمة أفضل بحكومة محلية أفضل إن شاء الله تعالى. تكريما لعوائل الشهداء الذين سقطوا نتيجة سوء الإدارة في مسألة العبارة في الجزيرة السياحية،
قام اليوم مجلس محافظة بابل بمساعي من الخيرين وأصحاب الخيرات بتكريم هؤلاء العوائل. وحقيقة نحن على أعتاب هذا الشهر الكريم نعتقد أن العوائل، عوائل الشهداء هم الأساس في كل شيء، هم لهم يعني التقدم سواء كان في مسألة التكريم أو في التعيين أو في غيرها من الأمور المهمة التي تأتي لمحافظة نينوى، لأنه لولا دماء الشهداء لم نكن نحن في هذا المكان ولم تكن الموصل آمنة. حضرنا هذا اليوم الاحتفال التابيني لشهداء كاركة العبارة التي راح ما يقارب 124 شهيد، تم تكريمه من قبل قائد العمليات وقائد شرطة نينوى. المجموع الكلي، الحصيلة الكلية لعدد الشهداء 124 شهيد، تم تسليمهم كافة إلى ذويهم، ما عدا هناك 8 جثث في الطب العدلي التعرف عليها، وذلك لتفسخ الذي جرى على الجثة. في بداية الأمر تم الاعتماد على قاعدة البيانات الدي ان اي، تم رفعها إلى دائرة الطب العدلي في بغداد. الآن نحن في استعداد لاستقبال هذه النتائج حين وردها وإبلاغ ذوي العلاقة في حصول النتيجة.